سلام عليكم، مرحبا بكم ببرنامجكم البقشة. الأول الحرمات ياهم اليراد غزا عليهم، غزا اليراد عليهم، وقالوا شدنا تكود اليراد علينا ولا شو بياكل عنا العيب كله ما بيخلي لي. ومزار الغاف ومزار المارخ ومزار الرمز ومزار ويتيم على الحرمات هي اللي يواني وياي قطن ويتشبن هاك اليواني اللي عندها فرخ صغير واللي عندها بنت صغيرة. قالت له قبض اليونية، هي تغف من هاك اليراد وتحطها اليونية، واليونية امتزرت لينها وحزمنها وهاي تنجل هاي منها. تنقل أن أربع خمس حرمات وتم نفسير انتغراني بيت ووطن هاك اليواني وياب الأبياب وبرن الضوء وصبني ما فيه هاك الأبياب وركبن على الضوء على محاور وحطني ملح وقامني يقفن ويحطن داخل هاك الأبياب وينطبخ. يوم حيدنا نظان من رجال لنا هذا كل يراد ويحن على الصرود وعلى الحصير، اللي عنده حصير كله مال النخل، اللي عنده صرود واللي عنده نخل عن ويا الحصير ويشبنا ويبسنا. يوم يبس لا لنعازة يابنا ونقمنا خوزنا الراس والريش والريل خلنا مشن لذي بيع خلنا يمعنا ودقنا مزربه لتياس، عنده تيس ولا عنده خلقه ولا عنده صرته ويودته. يوم يسوون الغداء يسمونه دقوق للعيش، قمسا بالسمن وحطوا الدقوق يودونه حق الانسان. يوم يجي معطن عليهم حد جاي يدور هوش ولا يدور شيء عطن عليهم، ينسى حرمه ينسى ريال ما عندهم ذبيحه، حطوا لهم هناك الدقوق وطاسه سمن ويلوا ذروا على العيش وقمسوا بالسمن وتقدموا. هاي هي غلطة الأوليات. والحرمة الأول يتشل عليها أبو العيال، هي سادة، سادة هي بيت، سادة اللي بعطن، سادة اللي بيسير، سادة للروى، سادة اللي هي كلها. وهو ترى هي غلطة يعرفها وهي غلطة تعرفها، ومساترين حالتهم الأول. هذه أنا هي غلطتهم الأول، وهذه علومنا اليوم في بقشتنا وحياكم الله.